بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهن وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد قال الإمام يحيى بن الشرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين باب حق الزوج على امرأته باب هذا باب كان باب كسابسا حق الزوج ننكو حق وشرعهان يدينهان وأقول إياها على امرأته حاس كيس أما ناكتيس قال الله تعالى رب تبارك وتعالى وحيري وباب كان دباب كي روسي دبس عضا قول كي دمر كالغسو هذي حق إليهين إيا دردارن كالنبي إيا شرعي قبو دمر كي ودر دارمين أيو إمامك عليه رحمة الله هل كان كو حجيسيي رقوا وحي كليهن دو مرك مرك باباشنا إمامكو عليه رحمة الله سيوحو دورنا هي الدقيقها وبابا بابكا كليكوه الرئيي مناسبة وينبولليه مرك وحير باب حق الزوج زوجكو حقه كليه على امرأته حاسكيس بابكا ديويا قال الله تعالى إلهي وحير الرجال الرق قوامون وكوي اتاقد بدن ان بدن اتاقن يعني قوامون وكوي اتاقتان بدن على النساء الدمرك وحي اتاقتان بدن هنا دوا حفاظة ذي الى لنتو ذي النفقة ذي كورهين توضا اي الرق ان بدن حي أتاقن يهن دمرك حفاظة دوضا إيا إلالين توضا إيا النفقة دوضا إيا كسوة دوضا أي إنبضن رقو أتاقن يهن الرجال رقو قوامون وكوي يعني إلالية على النساء دمرك محي قوامين دمرك يهن بما فضل الله بسبب ما فضل الله بما فضل الله فضلت يا ديرستا وربك ديريسيي بعضهم بركض على بعض وربك وحي جمله هان ديريهن دمركا ان وحيالا بدن مركا فضلت يا ديرستا يا كلاسرينتيس كلاسرينتيس تو ربك كلاسرينتيسي بعضهم على بعض بركض وبركا كلي تاسوا سبب تكوبات إيه وبما أنفقوا وحي رقوا بحيان ومن أموالهم حوله ضع تان قوامهم وسبب لبعضي رقوا قوامة كويشين ودننكم مركوا ناك تقول سنة ساقا مهير كي بحين هيا وساقا دبان كي بحين هيا وساقا دونتان كي بحين هيا مركنا فقدا وبحين هيا وحيكا يتي مقابل كي إن وساقوا قوامة يشون وساقوا مركا دي مسؤولية دي ويشون الرجال رق قوامون وحي انبدا الى ليان يؤتغيهن على النساء الدمرك وحي دمتوذو اي كجرتو لبا الرمون قوامذا ويكو يشانو تهرى وحيويا بما فضل الله بعضهم على بعض والسببت وألا تبارك وتعالى يعني بما فضل الله فضل دا الله رب تبارك وتعالى وكلا فضلي وكلا ديريسي رق يدمرك بعضهم على بعض طلباتنا حويا وبما أنفقوا وحي بحيين رقوا ومن أموالهم حوله ذن القوام يكون يشين فالصالحات قبلها الصالحات كي وأيو قانتات وكوا رقوا ذا أطيعا رقوا ذا أطيعان إلهنا ويأطيعان كطاعة إله وحكا دلن إن رقوا ذا أطيعان فالصالحات قبلها الصالحات كا قبطي حقيقة الصالحات كأوئه قانتات وكو رقوذا كدن بي رقوذا أطيع
حافظات إلالينا للغيب مقنان شه نكم مركم مقيهي نفت هذا يأبد كيسي يمال كيسي بوات إلالي سويا حافظات وقوة إلالية للغيب مقنان شه بما حفظ الله يعني بسبب حفظ الله وحي أرنت أكو إلاليانا معنه وتوفيق إلهي بما حفظ الله يعني بسبب حفظ الله إياهن غيب كأي حفظيان يقانتات كأيهين وحفظ إلهي وضمر كحفظي معنه وتوفيق وسقو وفجي. وأما الحديث حق حديث فمنها وحاكم لها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله وأن حديثك أدن بيا الدنيا متاع. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بايري إذا دعا الرجل نكم مركو أيارو امرأته إذا دعا الرجل امرأته نكم مركو ناكتيس أغيارو إلى فراشه فراش كيسة يعني قلمات أغيارو وفلم تأتيه أي أؤما ويدو أي أجيب ويدو يدن عذر دار لهين دا عذر دار لذهي وقوني مثلا ليقي حيدي وحي لذهي لكن يدن عذر دار لهين بيدي دي إذا دع الرجل امرأته إلى فراشه وفلم تأتيه أي أؤما ويدو وفبات أبرينك غضبان عليها سوق أعريسا هذه إسكسة محاوة قوني يدا لكن سوق أعريسا بوسى هذي لعنتها قبدا وحا على إلهي كرد الملائكة بكرد حتى تصبح إلى أواق كبريي ولبا أواق مركبري وهدو الرالي النقضو هذا الرالي نقوم وي إلى الرالي كان نقوم على ذا سوي كس عنه ساون. وفي رواية لهما رواية بخاري مسلم أي لهايين وحوية هيد إنه النبي عليه السلام إذا باتت المرأة ناكت مركي أي بريضو أمينكي هاجرة حال أي تهتي كهجروتي فراش زوجها أضيق هذا فراش كذا نتيك فوقيد يعني ويدي دي وحيوك عطسدي إن أي سيسو لعنتها الملائكة حتى تصبح ملائكة أي لعنت إلى واقو كبريو وسيد عدد وحوين دواقو مركو بريو تتكو اسكي لبن همينك وحيو دعي. وفي رواية كالوحيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحيو والذي نفسي بيده نبي عليه السلام ودارني مك والذي نفسي بيدي وحنكو دارت نفتي ذوك جعنتي سكجرتي ما من رجل من مجرو يد امرأته ناكتي سغي يديا إلى فراشها فراش كيدنا أغي يديا وفتأب عليه أيدي ديسو إلا هذا أرنتاس دعضو وناكتي مركو ننكو أغي يديا دي ديدو كان وحوى هذا الذي في السماء كعرك الجوغة وإلهي جل وعلا وحوى هانيا ساخطا عليها كي أعريسا حتى يرضى عنها إلى أنك رالك النقض مركا مالمه دور النقض ويو إلى أرالك النقض عدد إلهي سامبي أغسو عنها إساء وأنا أرهن أذك أيتهاي مستورات كدد كن كوشا قلي أما دمر كنت بدن كوشا قال إن أحاديث آد أيقوانيا حتى عرض إله لك بدبادو. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى أيضا لقول نقيا نمر بعضنا سيقى حديث كن سووريني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول كإلهي قال وحيري حلال أمأها لامرأة الناج أن تصوم أين يصومتو وزوجها يدو أغيقادو شاهد أوجوغو صون كالشيق وصون سنة لا يحل حلال معها لامرأة الناق أن تصوم إني صونت وزوجها زوج كيدو أو شاهد جوغا إلا بإذنه إذن كيس موين
marka waa soonkii sunnahan kii waajibka isagu waa waajib oo sababtu waxa weeyaan dee asaga xaajaadkiisu waa faral dee soonkuna waa sunne marka sunne iyo faral hadday iska yimaa iska hor yimaadiinna waxaa la rajaxayaa waa faralka walaa ta'dana ayayna u idmin ayna u fasixin gabadhii muslimadda ahayd qofna fii beytihi gurigiisa inuu soo galo ilaa biidnihi asaga idankiisa mooyaane qofna inay soo dayso ay guriga soo gelayso ma aha haddii laakiin ay og tahay wixii uuna isagu dhibsan haynin mathalan uu og yahay meesha de ikhtilaad iyo khalwa iyadu waa xaaraan khalwadu iyadu waa xaaraana meesha kuma jirto oo khalwadu dee waxa weeyaan gooninimo in laisla noqday ma banaana laakiin hadday og tahay meel ayna khalwana dhacaynin uuna dhibsan haynin dhib male lakin waa wuxuu dhibsanhaya waxay og tahay walaa ta'dana yayna idan siinin qofna fii beytihi gurigiisa inuu soo galo ilaa biidnih isaga idankiisa mooyeen waana arrin muhiimaha oo kolle dhaqankeena soomaaliyeed aada uga fog yahay oo guryahanu dee waaba ijtimaacin dee waa iska maraakiis oo kale iska maraakiis oo kale iska masaajid oo kale laakiin hadda waa dhaqanka islaamiga heed aragta inay tahay dumarka in lagu tababaro walaa ta'dana fii beytihi ilaa biidnih mutafaqun calayh وهذا لفظ البخاري لفظ البخاري بالي ويسوى الوريين لكن ده سدن هي الفاظ دنيا حروف البخاري بقى وسوري وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحور النبي عليه السلام كلكم دمانتين راع إلى ليال باتهين كو إلى لياتهين إلى ليال وكلكم دمانتين مسؤول وحال وين دين دون آخر عن رعيته وحل إلى شري وحلو ديبتي وإلى لين هي بل ويدين والأمير قفك بقر كلمة حوينه راع والوي وراع وجر ودي حولها نيضتك نجرى سيدي حولها لجر ودتك وجرى والرجل لنكنا راع وحجرى على أهل بيته قري قيس أهل بيت كيس الراعي كي هيسنا والمرأة ناكتنا راعية يدنا وحيجرتا على بيت زوجها وضيقا ذا قريقيس إيو إيو وولده عرورتي سبا فكلكم دمانتين راع جريال باتهين وكلكم دمانتين مسؤول ولويدين عن رعيته وحيل الراع السضي متفق عليه مركا مسؤولية من قفك أير إلى قفك أسرية ويهي ستا marka cadaaladu waa in meel kasta laga helo gurigaaga laga helo suuqaaga laga helo ilaa qofka u yar ilaa ka u sareeya wa an ali waxaa laga soo wariyay talq ibn ali radiyallahu ta'ala anhu aha anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala wuxuu yiri ida da'a arrajulu ninku markuu u yeedho زوجته حاسكيس لحاجته دنتي سوغيرو قلمود يا جماع فلتأتي هاوتمادو وإن كانت هبد أهاتو على التنور مل دري بها دول فردده ودي وحلوو كارين هيا بي وإن ايتمادو أين أورين ومشخور سنة يفاها سوكالي رواه الترمذي باوري والنسائي وقال الترمذي حلي حديث حسن وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت هدانه آمرا كي أمري أحدا قف أن يسجد إنه سجود لأحد قف لا أمرت وحان أمرناها المرأة ناكتا أن تسجد إني أسجود لزوجها لا أمرت المرأة ناكتا وحان أمر لها أن تسجد إني سجود لزوجها قف هذا أمر لها قف وسجود رواه الترمذي بويل وقال وحير حديث حسن صحيح وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت حيتر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ناكست وماتت لمتى والحال زوجها أضيغي دون عنها إذا راض أرى لكي يهي
ناكستو او ديمتا جيريدو اي اتمادو ايضو اضيقادو رالي او كيهي دخلت الجنة جنة دي سيداكو قشك وضمانو النبي بحيني عليه السلام جنة دي بإنيك بحر انتهي اضيقادو رالي كنقض كريم. رواه الترمذي باوري وقال الحور حديث حسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حور النبي عليه السلام لا تؤذي امرأة ناقمدبتو زوجها اوديغيدا في الدنيا ادونك كومدبتو الا قالت وحيتر هذا زوجته حاسكيس من الحور العين اها ناقتيس حور العين تهاتر هذا لا تؤذيه ناها دبن بي كتر هذا يدو ما مقاشي لكن دو الله ليس لا تؤذيه ها دبن مركز الإسلام تو أفكا كوكو تاكتو أما قدفتو أفكا سكرا ليس لا تؤذيه قاتلك الله إلهي كدل كل عندي ها دبن فإنما هو وحوي هاي وناسوه أضيغاني عندك أكتاذا دخيل ومرتي نا مرتبه كوغوية هيا ها دبن يوشك وحادو أن يفارقك إنو كايما دو إلينا حقا يغا إن يركدب إنو كايما دالغا يغا ها دبن باي كترا هذا. رواه الترمذي بغير وقال خير حديث حسن. وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بحيري ما تركت كما تغن أي النبي عليه السلام بعدي أنيق كذب فتنة فتنة كما تغن هي إيادو فتن تاسبة الضر أغلب تبدا على الرجال رقا من النساء دمرك يعني فتن تأغوين رقا هاي ستايوحاويان ودمرك ودمرك أجنبك أولي فدي بالذات وحلق سيها اللي ياي إيكونا القبطنة وطلسك يقولون فتن بكونا وقنا دخير كي بكا يهور جوكسان كران مركا دمرك وارن حساسها شيطان كنا تقريبا يعني وقاد أولي حقالي كرو رقنا وقف إدنين كرو أي تاي قولكم مركا آدي وني أقد دكتونا ذو وحي أقوينا دسكا يقول لعلن كرتاينا وحاوي أن دمرك وقبض البصر قبض البصر خاصة دمان تواكن دمرك رجل اسكو سيداي شقوين كي بلا ولا جوغا برياشي بلا ولا جوغا لكن دي حلقة با قولي جيدا دي بدا انتي كجوغتا كبغر انتي قولي جيدا با جوغتو نن ناق اجنبيها يرق اجنبيها با حوايان سيدا تدود الله ولا شقتك بلا جيدا با انا من لبدا لغا سوى الله روحو مركا كوكا ارين تاسد دي انتا سو بلوت انتا سو سنكا سو ريكتو شيدان نمشي او جوغو فتن ثم يرى مرك وين وقفكو اسكا الى لي او سي تحدر لدمرك ادول دقمي ويدو شيطان كو طريق بو كاغا سو دغن وها اوو مهمسن ان اسكو الى لين كرتا ان حويان وغض البصر ان اندها كلابتو اودن سنا او ايغن الا للضروره مرك باب كان نينكو ناكتو مخو كوليهي حقوق حقوق دو نينكو ناكتو كوليهي لبا لو كلا قادي وحقوق شرعي اها ودي الدين تو اي شيكتي اي حقوق عرفي اه عرفي يعني واقنك باقنك سيدا وطا حقوق كرا اي واجبات كرا وحويا شرعي قاساري ننكو شرعي اهان دين اهان وحون ناك تحق اولي يهي لبا الرمودو كليا واقل موت كاس جماع عاس ايو إن ويرهد قرية هكبح إلا بإذني يعني إن قرية كما بحكرت ناكت شرعي أهان ويان إلا بإذنه إذن كيس موين إيوغ فراشك لبدا الرمضو حكسو هدي إيادة شرعي أهان واجب قماء بمعنى عنطة إن يكو كرسو إن يدرك كوم ميدو وبالك إن يكو هايسو وحاسي شرعي أهان واجب قماء لكن ما حواجب كما دقي عرفي باسن او دقنكي او دقن زبري سو جيرين ها دي بريو هره اه الى امدي هره لغا سو غاداي marka waxyalahaas ee dhaqan ahaan
ayay dee unbay ku timid, laakiin sharci ahaan wuxuu ninku ugu leeyahay waa labada arrimood oo keliya. Iyaduna haddee dhanka kale waxyaalo badan oo waxaa jira aan markaa ninka waajib ku ahayn sharci ahaan, laakiin de curfiga baa iyadana taana keenay. Kamidna nanka dawadeeda iyo cilaajkeeda oo dhan sharci ahaan ninka waajib kuma ah, sharci ahaan waajib kuma fuqahadii hore xataa madaahibta afarta ah waxay leeyihiin gabigood naagtu wixii dawadeeda ku baxaya ee cilaajkeeda ku baxaya waxaasoo dhan waxay saaran yihiin reerkooda iyada, oo ma haday dhimataba magta yaa iska leh reerkooda leh. Marka xogleyn wixii nafteeda ku baxna reerkooda leh, laakiin de maanta taana nafteeda curfigii baa isbedelay, curfigii baa isbedelay oo waxyaalo badan buu curfigu bedelayaa. Walidaalika doktorkan weyn ee la yirahdo Wahabatu Zuhayli kitaab weyn buu leeyahay la yirahdo Alfiqhu Lislaami iyo Waadilatu. Marka waxa uu leeyahay masalada cilaajka oo kale, inkastoo madaahibta afartahaba sidaan soo sheegay leeyihiin, laakiin maanta curfigii waa isbedelay. Waa dee dawadii iyo cilaajkii waxayba ka muhiimsan tahay buu leeyahay cuntadii. Laakiin xuquuqda la isku leeyahay waxa weeyaan waxna waa waajib waxna waa curfi weeyaan. Qala raximahullahu taala baabu nafaqati cala alciyaal, kolku ka soo hadlay xaaskii hooyadiibu haddana waxa usoo galay ciyaalkii. Marka ciyaalkan halkan waxuu ka wada waa cid kasta nafaqadoodu waajib kugu tahay. Baabun hada baabun, kani waa baab wuxuu ku saabsan yahay an nafaqati cala alciyaal, ciyaalka iyo cid kasta ay nafaqadoodu waajib kugu tahay in aad biisho. Ninkuna ciyaalkiisa inuu biilo laba saddex arrimood bay waajib ku noqon. Horta isagu waa inuu wax haysta, dee isagu hadduna waxba haysanin, laa yukallifullahu nafsan ilaa wuscaha, waxba laguma laduu, isagaba faqiir yahay. Ta labaad, ubadku waa in iyaguna fuqara ay yihiin, oo ubadku hadday iyagu xoolo iska leeyihiin, aabihiina xoolo iska leeyihiin, dee xoolooda laga biilayaa. Ta saddexaadna waxa weeyaan ubadkan la sheegayay waa ubad tafiirtaada adiga ahdee, waxay waajib kugu tahay waa waxaad dhashay iyo wixii ku dhalay. Laakiin dadkan kale ee faamiga aha waxsiintooda iyaga waxayan waa ixsaan iyo wanaag. Qaala allahu tacaala, ilaahay wuxuu yidhi wa cala almawluudi lahu, kii wax loo dhalay ee ubadka lahaa waxaa saaran risquhunna, ubadkan hooyadood biilkooda iyo wakiswatuhunna dharkooda ayaa saaran. Marka risqiga iyo kiswada saarani waa noocee bilmacruuf, si wanaaga yani si kallifaad oo ka badbadinaha ma aha, si curfi oo wanaagaha oo laa'iquho nafaqadiisa iyo itaalkiisa la eg ayaa lagu leeyahay. Wa cala almawluudi lahu, kii wax loo dhalay waxaa waajib ku aha risquhunna, arsaaqdooda hooyooyinka, iyo wakiswatuhunna dharkooda, bilmacruuf si macruufa. Wa qaala tacaala, ilaahay wuxuu yidhi liyunfiq, ha biilo oo ha bixiyo duu sacatin, kii waasicidda saaxiibka u ahaa, uu ilaahay bada arsaaqda u waasiciyey ee bariiska loo waasiciyey, arsaaqda loo waasiciyey, ha bixiyo min saacatihi waasicidiisaas, oo ninka qaniga ihi ee iska ladan biil nin qani aha munaasib ku ah waa inuu bixiyo. Liyunfiq, ha bixiyo duu sacatin, ka waasicidda arsaaqa uu ee saaxiibka u hay min saacatihi, sacadiisa waxa ka bixiyo, bimacnaa waxa ninkii wax haysta ee iska ladan wax isaga munaasib ku ahuu bixin. Waman qofkii qudira calayhi, lagu ciriiriyo risquhu, bariiskiisa iyo arsaaqdiisa, falyunfiq, ha bixiyo mimaa aataahu allahu, wuxuu ilaahay siiyey un ha bixiyo, oo ka fiqiirkii wax munaasib ku aha buu bixin, biil munaasib ku aha, ka qaniyihina wax munaasib ku bixin. Laa yukallifu allahu alla ma kallifa nafsan nafsan ilaa maa aataaha, naf kasta ilaahay wuxuu ku kallifaa un wuxuu siiyey uu u dhiibay, kii loo badiyana ha badiyo, biilka kii loo yaraynayaa in laga bixiyo. Wa qaala tacaala, rabbi wuxuu yidhi wamaa anfaqtum, waxaad bixisaan oo min shay-in shay ahaaday, fa huwa ilaahay tabaaraka wa tacaala yukhlifuhu, waxaa bedel buu idinka siin, waxaad bixiso bedel buu ilaahay kaasiin. Wa an abi hurayrata radia allahu tacaala anhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam diinaarun, faran buu yidhi
أنفقته أدك بحس في سبيل الله فرنكاد إلهي درادي أبحس إلهي درادي ندوى لعك أدو بدن تدوى بقلي وحكسي بدن إيو دينار فرن أنفقته أدو بحس في رقبة قراتك حريس إيو دينار دينار تصدقت به أدك صدق ليستي على مسكين مسكين إيو دينار دينار أنفقته أدك بحس على أهلك إهل كاجا ومد إلهي درادي أدو لبحضي كواد أودان كحريسة كواد مسكين سيسي إيو كواد أبك تاقي إسلام تاقي سيسي أعظمها أجرا إنتا صورنا وحا أغو أجر بدن الذي درهمك أنفقته أدك بحس على أهلك إهل كاجا مرك في سبيل الله كاد أب بحس كاد إسلام تسين بك فضل بدن إيا عرور تاقات سين لكن وحاصل أم حيو بانتاي نيت كل كاد إسلام تبيل كبحن إلهي دراد دينيو هدي بيل وانا كان قط بيل موح نقول لكن وإن احتساب لتماتو رواه مسلم بحديث كوريه عن أبي عبد الله ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار دينار كأغفض لبدن أو ينفقه الرجل كأبحيه دينار ودينار ينفقه أكبحيه على عياله عيال كيسة إيه ودينار دينار ينفقه أكبحيه على دابته داب ديسة في سبيل الله إلهي درادي يعني دينار داب ديسة إلهي درادي وقود جهادي أكبحيه إيه ودينار دينار ينفقه أكبحيه على أصحابه أصحاب تيسة في سبيل الله ولا سعوت جدك إلهي الجهاد كي كرجرتك أكبحيه انت اصول النبي عليه السلام وحي دينار كأفضل البدن وكان ننكو كبحي يلي ان في عياله وبد كاقا وعن ام سلمة رضي الله تعالى انا قالت حتى قلت يا رسول الله هل لي ميان لا يهي من اجر اجر في بني ابي سلمة عرورتا الماء ابو السلمة اها ان دلي اجر ما كل يهي ان انفق عليهم ان كنا فقيا يدانا لشيء ولست منئه بيتري بتاركتهم أبد كنتي كتغيسا إني كلباهان هكذا وهكذا يعني كل هو أبد كيوان هيا ومسي دين هيا إني كلبتغان كل هو أنكو قصبني وإنا وحسي وسببتها محي إنما هم بنية وأبد كيجي لكن وحنسي أجر ما كل يهي أبد كيجا هل لي من أجر أجر ما كل يهي في بني أبي سلامة الماء أبو سلمة أن أنفق عليهم إن كبحيو أن كنا فقيو ولست من إيه بيتر بتاركتهم كوي عرور تذا كتغيس إن كوكل بهان هكذا وهكذا إنما هم بني وبعبت كيجي فقال وحير النبي عليه السلام نعم ها لك أجر باكو غسوغا ما أنفقت عليهم إن تاد وحسين هيسو إذ نفقين هيسو أجر باكو غجراء متفق عليه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل حديث كسيدرة الذي حديث كسو قدمناه عن كسهر مرني في أول الكتاب كتاب كأول كيس في باب النية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سعد حكيري وإنك أذيب سعد لن تنفق مبحين يسد نفقة نفقة تبتغيات كطلبيس بها نفقة ذبا وجه الله وجه إلهي إلا هداد وجه إلهي كو طلبتو أجرت بها أجر بها لغاسين حتى وحا أجر لغاسين ما تجعل وحادي ليسو في امرأتك إسلام تاذا أفك وحادي قرين أجر بها كور إلهي متفق عليه وعن أبي سعي وعن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحير النبي إذا أنفق الرجل نكم مركو كبحيو على أهله إهل كيسة يعني هو أبد كيسة إيا إسلام تيسة لكن بشرط انت هوست كحرقو وحير نبيكم يحتسبها قل كاتسين احتساب وينجر ماشي ولذلك وحميم ينبيل كمركات بحن بل اسكدي إن أنني يدينا سو حاضرسو إذا أنفق الرجل نكم مركو كن فقيو على أهله إهل كيسة يحتسبها حالك وإنه يكون احتسابيا
oo ilaahay ajri kaga doonaya. Fa huwa ninki lahu nafaqadaas sadaqatun baa ugu sugan. Fa huwa ama nafaqadaasi lahu ninki waxa u tahay sadaqatun, kana nafaqadaasi sadaqay ku noqon bishart laakiin yaxtasibuha. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء قفك وحاوق فلا إثما ذنبي وحاوق فلا أن يضيع إن ضيع من قف يقوت أبيله قفك أبيل كيس واجب كويه إن ضيع أي ذنبي كوغ فلا كفى بالمرء إثما قف كدم بوحا وغفرا أن يضيع إن ضيع من قف يقوت أبيل. حديث صحيح رواه أبو داود بوريه إيا وغيره. ورواه مسلم حديث كوريه في صحيحه بمعناه وكسوريه. قال حري كفى بالمرء إثما قف كدم بوحا وغفرا أن يحبس إن كعلي عن من قف يملك ملكيه وأبدكي إسلانتي أبها هو يذا هذا فقيرين وين إنو كعليا ما حيقوته قوت كيسي. كفى بالمرء إثما قفك وحاد دنبي أغفلا أن يحبس إن أكمن عيو أكعليا قوته قوت كيسي عمن يملكه قفك ملكيو وقوته يساد صهر مرين هيسا مكا حويان إن أغريركي يا أبدكي قفك أبيلك كعقاب وحارم وين وحي كلا لغوك إلى حرب حيا يواجوني لكن بيلك يهون قريقا لسكم عقابه. كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم مجر تمال يصبح العباد أضامه أي يعني وبريسا هيان فيه مال كاس إلا ملكان لبا ملكبا ينزلاني صدى دعا فيقول أحدهما متكاد حورا اللهم إله يوم أعطي وحاد سيسا منفقا قفك وحبحية خلفا بدل خير قبل إلهي وسن كسا وحبحية ننك وحبحين دا وحاكمين ننك ريركيس وحكو بحين إلا بابك مناسبة نقول إليها ونفقة على العيال مركوت أبد كاد وحاد سين دعا سوى يكوكو دعي اللهم إله يو أعطي وحاد سيسا منفقا قفك وحبحين هيا خلفا بدل خير قبا. ويقول الآخر ككرنا وحورا اللهم إله يو أعطي وحاد سيسا ممسكا قفك هايستا بحين وايا ولب وحي حقها كب بحين وايا تلفا هلاك إله كأو بدل إنك استوى حوريس حقا كب بحين وايا هلاك إله يو بدل. متفق عليه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفير النبي اليد العليا عن تسرع ايوه بحين هيسا اي خير كخير بدن من اليد السفلى عن تهوس ايوه قاضا وبدأ وحانت كب اللو ذا كل كذوة بحين هيسا بمن عد كب اللو تعول أدبيشو عد بيلك كقول عد كب اللو. وخير الصدقة صدقنا وحاوه خير بدن ما كان وحي هذي عن ظهر غنى هضن تنم الدشد هضن تنم لضن تنم الدشد وحي هذي معنون حويان وحي باهد هذا كسو هذا وحي باهد هذا كسو هذا إحاجاتك هذا كسو هذا إناد بحسب الصدقة أغفيا إعضو وحي أباها أما أبت كي باي أباها يهين oo kalkaadis dhaafisina marka dambe sheeydaanku nadaama kugu ridayo maxaad u bixisay iyo canaan iyo dirir qalbigaaga aad la galayso taalama bixiyo wax kasto oo ka baqayso hadaad bixiso naftina mar dhaw ku canaan laban bixiyo ee waxa la bixiyaa ma kana wixii ahaaday an dhahar dhinan hodantinimo iyo ladantinimo dusheed yani wixii ka badan hodantinimo iyo xajidaada ka badan waman qofki yastaafif dawrsoonaan talba dawrsooni iska doon doona yu'ifahu allahu alla tabaaraka wa ta'ala wa afafsin afaf buku alzaq wa man qafi yastagni ghanintinima iska doon doona inu ghani yahay
يغنيه الله إلهي باغني كدغيا رواه البخاري وصلى الله وسلم على نبينا محمد والله أعلم.